شبانه فريق خالد الشيبان فريق خالد الشيبان انا فريق الاهلي قدامك سعد معلمه اللي عدد الناس اشخاص خلوه والله احنا واثقين فيه احنا عندنا والله الطريق بتجيبها دقيقه بالله ابغى هدوء خصوصا هدوء يا شباب فريق ما نافس على شيء يا ايش حرق رز وليش يضربون يا شباب يا شباب خالد الشيباني عبد الله بن جليقم عبد الله بن جليقم وش فيك رب البيت ما علمنا قسم بالله طيب الاحمر اي والله صل على النبي يلا يلا خلاص انا بعد ابو سعد والله العظيم بيجيك خط مدلي والله ما جبتها دقيقه والله يا خالد شباب شباب ترى ضيعنا خلاص خالد الشيبان اختار فريق خالد الشيبان اسمع عنده وقت عندي دقيقة والله عندي دقيقة يلا الى اللقاء اعزائي المشاهدين وصلنا وياكم الى صل على النبي بسرعة اعلن الى خالد الشيباني في سر انك انت اللي اخترت صل على النبي صل على النبي صل على النبي موسيم في سر خالد المطاري والله العظيم اقسم بالله لكم اوفر كلكم اليوم اعلن خالد الشيباني طلعوا لنا نتائج خالد الشيباني على الشاشة خويانا معلم مني ما اسكت ورب احنا معروفين انا وهزاع وعلي عبد المعطي وابو حصه وابو حصه ما يدري عن خالد شباب خلاص لا لا طلعت كفاهم اخويا يلا يلا خلاص واحد اثنين ثلاثه طلعوا النتائج خالد الشيباني على الشاشه فريق خالد الشيباني فريق الاحمر ابو حور عطني الرقم بالصين بسرعه طلعت الان نتائجكم خالد الشيباني وطلعت قيمكم قدام المشاهدين اضربك انا فوخك شيخ القريه عليه 1000 نقطه وايضا 1000 نقطه موزعه على البقيه ولا زال المجموعات كلها لا تحسن اداره المطاعم ولا تحسن المردود المادي على 39 ريال وعلى 150 ريال ويلومون الاعداد ويلومون مدري مين انا راجع لكم وهذا شيء راجع لكم احسنوا في تصميم مطاعمكم احسنوا الاعمال واحد اثنين ثلاثه يلا صوت يلا صوت يا شباب صوت خالد الشيباني خالد الشيباني لك اعتراض اذا طلعت لا تعترضوا ما اعترضت واحد انا ما اعترضت انا ما اعترضت انا فريقي ناقص صوت يا شباب صوت الله يختارون يلا الان طلعت على الشاشه يا خالد يا ابو حور طلع تطلع الشاشه اختار خيمه ولا نخله كلها في فايزي اعطيني الرقم بالصيني اي ساتوكو توني نا باو اختار خالد الشيباني خالد واحد رقم واحد اقسم بالله ان فيها غش اقسم بالله ان فيها غش ما يعرفها الا انا وعلي عبد المعطي لا فيها غش فيها غش ايوه الشيخ ورقم واحد راجع خوي شيخ لا فيها غش والله فيها غش الشيخ حامي عن ربعه انا منتبه صمنا مجموعتك بها نفعا والغطا ما لها رقعا يا صاحبي ترى الصقعة بتوردك ورا النكبة طيب طيب مبروك عليكم شيخ القرية انتم الفائزين عندي كلمة بس على شارك دقيقة بجيكم دقيقة اباخذ ورقة واجيكم